اليوم حضرنا التاسيس ديال الفرع ديال حزب المدينه ديال الجيره المحليه ديال التجمع الوطني للاحرار، اللي كانت نجاح كبير لانه كانت بطريقه تشاركيه ما بين المناضلين وما بين القياده ديال الحزب المحليه بمراعاه الظروف ديال الجائحه. التشكيله ديال المكتب راعت التوجه ديال الحزب اللي هو الاشراك ديال النساء والاشراك ديال الشباب في التركيبه ديال المكتب، وكذلك اشراك ديال الفعاليات ديال جبهه العمل السياسي الامازيغي في اطار الاتفاق الموقع معهم. التركيبه كذلك راعت التنوع ديال المدينه، الفاعلين الاقتصاديين فيها، ومؤكد انه طريقه باش يشتغلوا الاخوان المدينه ديال الجيره غتعطي واحد الدرس للجهات اللي كانت تعتبر الاقصاء ديال الشباب هو الحصان الطرواده ديالها، وكدات انه المدينه ديال الجيره ان شاء الله غادي تعطي واحد الصدى كبير للعمل ديال حزب التجمع الوطني الجديد منذ تولي القياده الجديده سنه 2017 حزب التجمع الوطني الحرار. اليوم تشرفنا بتاسيس هذه المحليه ديال الجيره الجهاديه، مغرب رغم من الظروف ديال كورونا عبئنا واحد العدد كبير ديال المقرات والتواصل عن بعد، وباش اسسنا واحد المكتب اللي كيحترم التمثيليه النسائيه، التمثيليه الشبابيه، البعد الثقافي الامازيغي، باش جميع الفعاليات ديال هذه المدينه يلقاو المجال ديالهم فاش يشتغلوا ويخدموا اليد في اليد، لان المدينه محتاجه لواحد الوجه الجديد، فمحتاجه للشباب باش يخدم ما يبقاش من البطاله، وهاد المسائل كلهم جاوا في مسار الثقه لتشجيع الشباب على العمل والتكوينات والتطبيب، وهذه المسائل كلهم ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا الثقه الكامله بهذا المكتب المحلي باش يخلق المفاجاه في الاستحقاقات المقبله. وشكرا. بالمناسبه كان مرحبا بالاخوان كاملين اللي جاوا ساندونا حتى دوزنا هذا الجمع العام الموفق ان شاء الله الرحمن الرحيم، والجمع العام اللي هو داز بواحد الجو اللي هو جو عائلي في نفس الوقت جميع المقرات شاركوا معنا، المكتب السياسي توا بدور ديالو، المنسق الجهوي والمنسق المحلي، كنظنهم مدينه الجيره تمتازوا بهذه القضيه هذه. الحمد لله كونا المحليه ديالنا اللي فيها جميع الطاقه ديال الجيره، سواء من الرياضيين من الفنانين، فيها الناس ديال الشباب والناس ديال المراه. نتمنى والله تبارك وتعالى هذا تكليف ماشي تشريف، نتمنى انه الاخوان كاع كاملين حاسين بهذه المسؤوليه هذه، نتمنى والله تبارك وتعالى انه يوفقنا في هذا المهام هذا، وان شاء الله الرحمن الرحيم التجمع الوطني الاحرار بالنسبه للتشيره انا كنظن انه غادي يقول الكلمه ديالو نظرا للتواصل اللي كاين مع الساكنه والتواصل اللي غادي يكون مع جميع الفروع ديال التجمع الوطني الاحرار. لذا هذه مناسبه كبيره بالنسبه للتشيره، تمتاز به التشيره، هذا عرس اللي هنا اللي حنا ما ننساوهش، كنشكر فيه جميع الناس ديال المكتب السياسي سواء الموسيقى الجهوي ولا الموسيقى الاقليمي. نتمنى من الله انه هذه تكون ان شاء الله بادره طيبه بالنسبه للتشيره، ويكون ان شاء الله الرحمن الرحيم في الاستحقاقات المقبله التجمع الوطني الاحرار يقول الكلمه ديالو.